انا مستمتعه جدا يا استاذ محمد. ربنا يخليك. والله مستمتعه. وايه الجمال ده يعني؟ يمكن حضرتك واحنا بنشوف دلوقتي الاغنيه دي يعني قلت لي دي مصر. مصر هي دي مصر يعني مصور في مصر. مصر وقد ايه الجمال ده باين. مصر فيها اماكن جميله جدا، منها طبعا قلعه، وصورنا الابتهال الجميل ده كلمات الاستاذ عمر بطيشه والحان الاستاذ حسين فوزي. والحقيقه مسجد محمد علي رائع جدا. الناس بتفتكر ان مسجد محمد علي هو القلعه، زي ما احنا بنفتكر مسجد الصخره ان هو المسجد الاقصى. يعني المسجد الحقيقه رائع جدا، في التصوير كمان كان جميل جدا، باين حقيقي. وبعد ما صورنا بقى لقينا الحاجات الحلوه اللي شفناها. لا جميل. يمكن حابه ان انا اتكلم مع حضرتك برضو على الاغاني الدينيه اللي في الحقيقه كتير مننا دلوقتي بيحب يسمعها وبندور عليها وبنشوفها في المحطات حتى في الراديو، نقعد ندور كده نفسنا متشوقين قوي للاغاني الدينيه. بس اسمح لي برضو لازم نتكلم في المقابل على فكره في هوجه اغاني كتيره موجوده طبعا بقالها سنين يعني، ودي قضيه واتكلمنا فيها كتير مع حضرتك ومع كبار نجوم برضو. بس في هوجه كتير يعني، في دوشه اغاني كتير، وفي دوشه الكليبات الجديده والكتيره واللي فيها البنات واللي فيها الايقاع السريع. ازاي نقدر نخلي شبابنا ينجذب ناحيه الاغاني الدينيه اللي فيها رساله دايما بتبقى موجهه لهم؟ والله هو ده يعني رساله البيت، يعني كل واحد بيربي اولاده زي ما هو اتربى، بصرف النظر عما يقدم. احنا في الاعلام المفتوح النهارده مش هنقدر نصادر لا راي حد ولا حريه حد. وبعدين النظام العام لمصر ورئيس مصر انه مدي مساحه من الديمقراطيه ومساحه من الحريه، وعلى الناس انها برضو يعني تبقى شايفه ان المساحه دي ما هياش تجاوز. يعني ما هياش كل الـ 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 الانسان يفهمه عن الديمقراطيه او الحريه ان هي تكون تجاوز او خروج عن الاعراف. فانا النهارده مع كل اللي بيقدم انا خلي بالي من ولادي، انا احافظ على سلوكهم زي ما كنا بنتربى زمان. كان بيجي لنا مثلا اللي ما كانش بيروح الكتاب كان بيجي له الشيخ في البيت يعلمه القران، وكان في اهتمام باللغه العربيه عند الاب والام، وكان في احتفال بالمناسبات الدينيه في صوره مثلا ختمه، في صوره قعده. حتى عند اخواننا المسيحيين عندهم ارتباط بالكنيسه. بالظبط. ده مهم جدا. مهم جدا ان الطفل يطلع مرتبط بدينه ومرتبط بعقيدته، علشان العقيده في كل الاحوال سواء العقيده الاسلاميه او العقيده المسيحيه او حتى اليهوديه بتؤمر باشياء امر بها ربنا سبحانه وتعالى. صحيح صحيح. فبالتالي البعد عن العقائد هو اللي بيدخلنا في مشاكل وبيتوه. يعني في المسيحيه بيقول الله محبه، طب اما اقول الله محبه وتترجم يبقى الحياه ما فيهاش مشاكل. أيوه. خالص. اللي بيحب ان كل انسان لازم يعرف ان مثيله انسان اخر. يعني ربنا اداله كل المقومات وكل الاجهزه وكل يعني ربنا ادى يعني لكل البني ادمين بالتساوي يعني الخلقه والحياه والروح والكلام ده كله، بعد كده ياتي العمل بقى. ايوه صحيح. فكل ده بياتي من الصغر لما بنعلم ولادنا زي ما احنا اتعلمنا. انا طلعت يعني طلعت لقيت فيه جدي بيعمل حضره. الحضره دي بشوف فيها الناس بتقولوا حاجه اسمها الورد. ايه الورد ده؟ فعرفته. ايوه. وختمه القران عندنا الكتاب بتاعت السيد البدوي لها فضل على الدنيا كلها، عندنا مولد السيد البدوي كمان. يعني انا هتحين الفرصه واغني لكم حاجه. يعني احنا قلنا لون دلوقتي. أيوة. في الاول وقلنا القلب يعشق، هنقول لكم حاجه تانية دلوقتي كمان. جميل. بس هقول لك حاجه. موروث شعبي. حلوة. هتلاقي حاجه تانية خالص. صحيح. قبل ما نسمع الموروث الشعبي عايزه ارجع برضو لحضرتك في فكره ان احنا الاغنيه الدينيه، هل ممكن لو سرعنا مثلا الريتم دخلنا عليها الات معينه عملنا فيها شكل جديد ده ممكن يجذب الشباب ليها اكتر؟ خصوصا ان برضو يمكن حضرتك قلت ان كل اغنيه دينيه ليها رساله، فيها حاجه بتقولها لنا لازم نستمع ليها. هو انا رسالتي في الاغنيه الدينيه انها بتكون ذكر لله سبحانه وتعالى او مديح وصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام، عشان تحدث الاثر. أيوه. ده وجهه نظري في اغنيتي انا. انما في البعض بيقدم اغنيته بطريقته او بلونه. لكن انا مهتم بده. يعني انا بعد جمله والثانيه لازم هترددي معايا يا لا اله الا الله. يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. طب خلاص مش عايزه اتكلم، انا عايزه اسمع. هقول لك حاجه دلوقتي، يعني
كلامها جميل قوي كاتبه الشيخ عباس الديب، بيقول: ندمت على الذي قد كان مني، ويا ويلاه إن لم تعفو عني، ذنوبي مزقت سني، وإني مقر خاضع فاقبل متاني. الله. وعلى فكرة الأسبوع اللي فات كانت بتتذاع من حفلة مارينا، وكلمني صديقي وزميلي العزيز هاني شاكر. أيوة. أستاذ هاني ده جميل، يعني بنقول له كل سنة هو طيب برضه. وربنا يطمن عليه وعلى بيته إن شاء الله. وقال لي أنه تأثر جدا بهذه الأغنية ومنفعل معها خالص، فأنا هغنيها له وهديها له. تفضل حضرتك. يا الله 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 يا الله. سألتك يا إلهي غفر ذنبي، يا أستاذ الله يخليك.
اسمح لي احيي برضو الفرقه، يعني احنا بنشكركم انكم موجودين معانا النهارده، استاذ محمد كرم وفرقته الموسيقيه. اهلا بحضرتك، تحيه كبيره ومعانا من اول رمضان. اهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبين استاذ محمد. يعني يمكن برضو حضرتك يعني كنت مشهور ولا زلت طبعا بلون الاغاني الوطنيه واغاني المناسبات. يعني حضرتك شايف انها، هل ما فيش مناسبه تستاهل انك تغني فيها؟ لا ازاي، لان حاسه ان اغانيك الوطنيه واغاني المناسبات يمكن بقالك فتره ما بتشاركش. لا انا شاركت إيه؟ في اكتوبر الماضي في اوبريت، وعملت مع الشؤون المعنويه اغنيه، بس مش زي ما متعودين من حضرتك اغنيه لوحدك. يعني ان شاء الله يكون في اكتوبر ده ان شاء الله في حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله، برضو مع الشؤون المعنويه القوات المسلحه. والحقيقه هم لما بيعملوا عمل بيعملوه اكيد. انا اشتغلت معهم كتير حقيقي، يعني ناس ممتازين، يعني شغلهم راقي ورائع. والسنه اللي فاتت كان كاتب الكلام بهاء الدين محمد وملحنين كتير قوي، وكانت الفكره رائعه. السلام عايز سلاح. وكل واحد مننا يعني ما يتصورش ان السلاح هو البندقيه ولا المدفع، ولا الزرع سلاح والصنعة سلاح والغنى سلاح والكتاب سلاح والمذيعة سلاح وكناس الشارع سلاح. صحيح. والمراكب سلاح، كلنا أسلحة. حدش مننا يستهتر بدوره ولا بقدرته على إن هو يكون ترس في آلة كبيرة جدا جدا متقدمة. لو كلنا عملنا اللي علينا، كلنا مع بعض، كلنا مصر هتتقدم. كلنا ما نستغناش عن بعض. صحيح. شايف حضرتك إنه دمج اللونين مع بعض في أغنية واحدة، يعني لو عملنا أغنية دينية بطابع وطني، عملت في الليلة المحمدية الثانية حاجة جميلة قوي. بتقول بلال على كل مدنى في بلاد الله، ما تمر لحظة زمن من غير أدان لصلاة. ليه اختلفنا بعد طول ائتلاف، وإيه جنينا من الخصام والخلاف. اتوحدي يا أمة التوحيد، كل الأمم من حولنا أحلاف. الأخ بيحارب أخوه في الدين، والجرح واحد والجريح اتنين، وعدونا يمد الصفوف بالسيوف، والمسلمين يا للعجب شاهدين. الله. كلمات الشاعر الراحل الأستاذ عبد السلام أمين، وألحان موسيقار كبير أستاذ محمد الموجي. طبعا جميل، يعني أنا نفسي أسمع كل حاجة، بس الحاجة اللي حضرتك تحب تسمعها لنا إحنا تحت أمرك. هسمعك النهاردة حاجة شعبية جميلة كده. يا ريت. اتفضل.